فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يجوز للمرأة المحرمة أن تضع على وجهها مساحيق التجميل؟ هل يباح لها ذلك؟ ما تظهرها للناس، ما تظهرها للناس، يجوز لها حتى الحلي، تلبس الحلي، لكن تغطيه عن الناس إذا صارت بحضرة الرجال تغطيه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، إلا إذا كان المساحيق فيها طيب لا، ما تستعملها. نعم.